الحمد لله. معلش كان عندي سؤال، بس اتفضل. عندنا موقع على النت متعاقدين مع شركة بتعرض عندنا إعلانات، فإحنا عرفنا شخص من اللي شغال في الشركة ده، ولو بقى عندنا مشكلة في الموقع مثلا، بدل ما المشكلة تقعد شهر على ما تتحل، هو بيحاول يحلها لنا بسرعة مثلا أو كده، بنقدم عليها حاجة جديدة بدل ما تقعد وقت طويل، هو بيحلها لنا يعني برضو كده، بدل ما الوقت يقعد شهر بيخلي لنا تقعد يومين ثلاثة مثلا، وبياخد مننا فلوس على كده. هل الفلوس ده تعتبر رشوة؟ هل بيضر بأحد غيركم؟ لا، ما بيضرش بحد، هو بيحاول يحل لنا الموضوع بسرعة بس، يعني لو عندنا احنا ضرر بيحله لنا بدل ما نستنى وقت طويل من الشركة تحله لنا، لا هو بيسرع الوقت لنا. لا، ما فيها مشكلة. طيب يا شيخ معلش السؤال التاني.